اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى كل من يشتكي من مشاكل القولون، الام قولون، غازات في البطن، تعسرات في الذهاب الى الحمام، مشاكل في القولون العصبي دائما يعني يخلي حتى الانسان يعمل حميات وحميات وما يجد الحل. الحل موجود باذن الله، طبيعي غير مجاني. مرحبا بكم، مشاكل القولون موجوده، اللهم لك الحمد، نشكركم ونحييكم. اذا ما تنساوش تبلغوا هذا الامر للاخرين، الناس اللي عندكم، احبابكم، الناس اللي قرب لكم اللي تعرفهم عندهم مشاكل القولون، ممكن تكونوا سبب في انكم تعالجوهم، انكم توريوهم وتنعتوا لهم وتتبعوا، تخليهم يتبعوا طريق العلاج. ان شاء الله موجود جيد رائع جدا، طبيعي، ما فيه كيماويات، خاص للناس مشاكل القولون. نعم القولون، تتصلوا فقط، تتركوا لنا ارقام الهاتف الاسفل ونتصل بكم ان شاء الله، او العكس تطلبون نعطيهم ان شاء الله في التعليقات. مرحبا بكم، نشكركم ونحييكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.